السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو تاعي لقاكم بصحه جيده. على بالي طولت عليكم الشيرات، راني دا شحال ما درت لكمش فيديو مطول، راني ندير لكم غير لي شورت فيديو الا غالب الشيرات القعد. راكم عارفين الشغالات والدراري، ويحسن عون كل مرأة جزائرية وكل فحلة جزائرية. المهم نوجه لكم تحية من هذا المنبر، ونقول لك يا أختي ويا حبيبتي ويا الفحلة تاعي، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتبعيني واحد لغوسيت جامي وحدة في اليوتيوب دارتها. أنا أول وحدة راني ندير لكم فيها، وي أنا أول وحدة راني ندير لكم فيها، وي وجوسي فيها ندير لكم هذه كيما هكا. هذا شيرات خبز تاع كوريا، خبز تاع كوريا تاع شناوه كيما نقولوا حنايا. انا ماريته بال هذه لا كريم. شوفوا تبعوني، شوفوا شيرات انا قسمتها على زوج، ودرت نص من تحت، ودرت لا كريم باتيسيير اللي موالفه نديرها معاكم. لا كريم فيها يوطرو تاع حليب، تلت مغارف تاع مايزينا كبار، ومغرف تاع فارينا، وواحده لافاني. دوك نكتبها لكم الفوق في هنايا في الصوره، حبيت تلفت لي الهضره. دوك نكتب لكم لا كريم تاعي انا. هذه لا كريم نخدم بها التحليات، نخدم بها الماري بها صوالح، نعمر بها لي فيغين. ما يكذبوا عليكم يقول لكم كريم باتيسير هذيك تاع البيض، وكاين اللي ما عندهاش البيض سبحان الله في الدار، ما ديرش تموت ولا تقعد تشوفي بعينيها. لا اختي تبعي معايا، ما تنساش ديري ابوني وديري جيم وكتبي كومونتير شباب، وبارطاجي لي باش تعم الفائده، وتبعي معايا والله ما راكي خاسره. المهم خبز تاع هذا خبز تاع كوريا شافيه. دوك نكتب لكم ثاني، نكتب لكم المقادير من المقادير من، ونزيد نديرها لكم في صندوق الوصف. هذا الخبز فيه زوج كيسان فارينه، تبعيني مليح، زوج كيسان فارينه، وفيه مغرف تاع خماره تاع كسره، وي مغرف تاع خماره تاع كسره، وفيه مغرف تاع زيت، وفيه نص كاس تاع حليب، وكمليه بالماء. يعني هذاك الكاس تاع الحليب زيدي عمري باش يولي ماء، نص حليب ونص ماء، يولي كاس معمر مخلط خليط بين الحليب هو الماء، ما فيه ني بيض ني والو. هيا وديري من تحطي الفرينه تاعك وتبغي تلمي العجينه، ديري فيها وحده لاليفيغ شيميك، وحده خميره كيميائيه. الوغ وقرصه تاع الملح، وفيه ثلاث مغارف تاع السكر. تبعتي معايا؟ زوج كيسان تاع فرينه، كاس معمر بين الحليب والماء، مغرف تاع خماره تاع كسره، والخماره تاع كيميائيه، والقرصه تاع الملح، وثلاث مغارف سكر. الحلاوه الا بغيتيها ما ودت ثلاث مغارف معمرين، والا بغيتي الحلاوه تجي حلو كيما انا نبغي الحلاوه، انا زدت مغرف درت ربع مغارف تاع السكر. المخرج انا نبغي الحلاوه، تعرفوا خايزكم منا. ايوم بعد طيبيه تعجنيه كيما الخبز، كيما ديري الخبز، ديري الخماره تاعك في هذاك الحليب والماء مين تتقل. انا ما عنديش هذاك السيبور، كنا راني شاريه السيبور ندير معاكم بلي ديتاي، كون راني عندي السيبور ندير معاكم بلي ديتاي، هكا نحط لكم لي زانغريديون. بصح راني قريب ان شاء الله نشري واحد، ما نشريش الرينغ لايت باسكو رينغ لايت يسحقوا في الضوء كاع دوك لي وروجوهم، انا نشري غير سيبور يشد لي التليفون. هذا مكان ونعاود معاكم هاد لا غوسيت. المهم ديري كيما قلت لك حنا الحليب تاعك مع الخميره، تخليه كي تخمر تتفاعل هذيك الخميره، تزيدي عليها الفارينه وتزيدي الخميره الكيميائيه والسكر تاعك الزيت تاعك، وخلطي على روحك وخليها في المول. تجي تخلطيها تجي التكستور تاعها كيما المول، كيما ديري المول تجي ما هو لهو، وتحطيها في البلاط تاعك وتخليها تخمر، ما طيبيهاش تمتم، تخليها تخمر. الوغ كي تخمر لك فتيته دخليها للكوشه طيبيها على الجهتين. الا كان الكوشه تاعك تشعل من الفوق ومن التحت ديري لها نورمال كيما طيبي الخبز تاعك عادي. ومن بعد تقضيها تقصيها كيما قصصتها على حساب البلاط تاعي. هذا البلاط تاعي فيه 25 على 30 سنتيم. ايا وهذه لا كريم قلت لكم اللي قلت لكم عليها، دوك نحطهم لكم هنا كي لا كريم كي ايا درت طبقه لتحت وطبقه الفوق وطبقه هذه تاع الخبز. وراحوا بناتي يشروا لي الكوفريت غادي نفتح من الفوق معاه، فهمتوا؟ في اخر الفيديو نوري لكم الطريقه كي جات وكي نقصصها، مين نديرها تبرد ونقص لكم طرف منها وتشوفوا التكستور تاعها. المهم تبعي معايا نهاري تاع اليوم ان شاء الله يعجبك، ما تبخليش عليا انت ثاني بهذاك الجيم والكومونتير، وحبسوا شويه برك وما تعسوا في بعضكم بعض يا اختي. اتمنى الخير لبعضك، تمنوا الخير لبعضكم بعض، تلقاو الخير.
صفوا قلوبكم، صفوا نيتكم، تلقاو غير الخير ان شاء الله بربي. خلونا من هذاك القيل والقال، وخلونا اللي تجي تقول لك كلمه تقول لك فلانه قالت ولا فلانه قال، ولا صحيتي يرحم والديك، وشدي كلامك عندك وشدي خبرك عندك، ما تحقيتش هذه الهضره. تبعوا هذه النصيحه من واحد مجرب. المهم تبعوا معايا ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعي تاع اليوم. الشيره تبع هذه الكلاسيير نفعتني، ما تامنوش عقلكم، ما شاء الله شريناها 13 نيوترو ما شاء الله. شوفوا نديرها نهار كومبلي، هذيك تاع ايفيتي تاع ولا هذه ماشي بيبليسيتي شريت انا، مانيش نكذب عليكم اختي، انا خاطيني بيبليسيتيات في اللي انا قلت لكم عجبتني ما شاء الله، نفعتني في البحر. او ميم طون الدراري من كانوا يضلوا يحلوا في الفريجيدير ويبلعوا يحلوا ويبلعوا، انا هذه الضربه اللي تقرني من يحلوا الفريجيدير ويبلعوا، عمر لهم الماء هنايا وندير لهم كاس ويشربوا، من يبغوا يشربوا يشربوا، الفريجيدير يبقى مسكين هاني في راسه. هذه هي الشيرات، نعمرها كلاصه والماء، ماشي غادي نجي نوري لك ثاني تخلطي الماء والكلاصه، راكم كبار. لا وهنا خيتي ما نكذب عليك، ما تكذبي، هذاك شغل كيما نقولوا حنا جواز خلط خليط، درتوا لي الحشا هذا قبل ما نهود عند عجوزتي مسكينه راهي مريضه، ادعوا لها الشفاء العاجل ان شاء الله. وهوت ثاني عند خالته راجلي باسكو ختنوا وليدهم، ولد ولدها مبروك عليه ان شاء الله عقبال عرسو. دوك نحط لكم ثاني القهوه كي تقهوا، بحق ما داروش اختانا اختانا باسكو هذا راه نوفو نيكيزان، الطبيب قال لهم لازم تطهروا، الوغ طهروه. جيت هنايا كنت مخليتها نص طياب، ومن بعد جيت انا ما نكذبش عليكم الشيرات، راكم عارفين كي تكوني داس هذيك الرقبه وهذاك الجناح من يشري لك الدجاج، هيا ديريها وتخلطيها في تيتا الزيتون في تيتا البطاطا وفي تيتا كي عارفه. المهم غمسي وصاي كولي وسكتي. شوفوا شيرات خدمنا هذا، ويفرض ويرطح، خدمنا هذا شيرات موستيكر كاليتي الشابه، هذا ما شاء الله ما يدخلك ني ناموس ني والو، هذا شريناه درنا كيما هكا باسكو راكم عارفين البالكون تاعي كي كان شارجي، وكان هذا الباش كاع حتى لهنايا الهواء ما كانش كاع يدخل لي، كنا حالين غير هذا الفتيته هنايا دخل الهواء. صح حنا في الليل نهودو هادي باسكو البومه، البومه تدور بزاف في لاسيتي، وحنا نخافو تاكلنا هاد الزويوشات اللي ربي يحفظهم من العين، وكرانا كل صباح نصبحو بزاوش ميت. هذه هي الشيره درنا هذا، هذا في النهار سما نخليه داير، وفي الليل راكم عارفين الضو كاع مع البلوك. انا كنت جيت كيما جارتي نشوف مليه في الخلا، ما ندير لا باش لا والو، بصح الله غالب من الجوارين وكاع لازم عليك ديري ايا الوغ نوخ في النهار نوخره، وفي الليل نواسيه. ودرنا الزواوش هنا بلاصتهم، المشينا لزيتها غادي كينا على الحيط، ستفت هذوك البويضة اللي قلت لكم الماء. شوفوا شيرات ربي ياخذ الحق في اللي راهم يقطعوا علينا الماء، يقطعوا في الوقت اللي نسحقوه على الوحده. الوحده تنوضي تغسلي ما عينك تاع الفطور، تنوضي تغسلي دوشي لولادك باش يقيلوا، علاه يقطعوا علينا حنا هذاك الوقت؟ معليش خطرات يومين وخطرات نهار. الوغ انايا زدت البويضة، لكم عاقلين كانوا عندي هادو زدت هادو الشيرات ما نكذبش عليكم، هاني درتهم هنايا ودرت هذاك الصندوق تاع البصل فوقهم، زدت هادوك البيضه هنايا باسكو على بالكم الماء كارثه في الباطيمات. وكاين بزاف اللي يقولوا لي علاه ما درتوش هذاك الريزيرفوار داك اللي راه ينباع تاع بلاستيك ميل، الميل السعه تاعه ميل، الوغ هذاك منعوه قال لك ما تكثروش بزاف باسكو تخسروا ليكيليبغ ولا ما على باليش تاع الباطيمات. وهذه الاطلاله تاعنا جو شباب الله يبارك ما شاء الله، ديجا هذه لاسيتي داروها تاع عروسات وكاع، يجيبوا مرات كورتيج هنا مرات بونكي تاع رجال، مرات يجيبوا هنايا يزهاو، المهم الله يطرطق حديد كل عازب وعزبه ان شاء الله يفتح عليهم بيبان الخير. هذه هي الشيره تبعوا معايا ان شاء الله يعجبكم وهنا بيان سور كي رحت نبارك للبيبي ان شاء الله العقوبه العرسو. هذه هي زعما عادي، ما ماشي دايرين كيما نقولوا حنايا حفله ولا باسكو هذا طهروه على غفله، المهم يريح هذاك مكان ام هذاك الحفله علاه. وهنايا راني نغربل في الفارينه، ما تامنوش عقلكم لا سيبور لا والو، اريج بنتي هي سيبور ربي يحفظها لي وينجحها ان شاء الله ويرزق كل محروم. المهم لازم نغربلها ونعمرها في البيضه، هذه هي. المهم الله يخلي لنا ان شاء الله شيخي وعجوزتي تاج فوق رسالنا، باسكو هما اللي رسلوا لي الفارينه، رسلت لي بيدو كبير هور وينكم تشوفوا فيه. المهم عمر لي زوج بيضه ونص ان شاء الله في ميزان حسناتها. هذه هي الشيرات تابعوا معايا، مازال الفيديو طويل يا اختي خير وبركه عندك ما تفرجي اليوم.
ما تبخليش بديك الجيم والكومنتير الشباب. وهنا شيرات نجو للروز يا اختي. انا حنا انا في داري مع ولادي سيد المائده عندنا الروز بالحليب، عندي غير ناصر وحموده احمد انس والدي الكبير اللي ما ياكلوش الروز بالحليب، اما انا واري جوراني محقو هي نضربوا عليه الطبل بصحتنا شهيدكم في الجنه. هما درت لهم شي شربات. اما هنا شيرات بعد ما الحاج ناصر جاب لنا الطوماطيس وجابها كونتيتي زعما كي صابها رخيصه وكاع وشابه طايبه وكاع حمراء، ايا شرا لي الطوماطيس الوغ انايا راني نشلل فيها ونقطع فيها بيان سور في الكيكوطا. ما غاديش نجي نوري لك ثاني كي تقطعي طوماطيس. وهنا الزروديه خليها في الصاشيه تاعها في الفريجيدار باش تقعد لك فريش. هذاك السيقه اللي داروها لي في التاقه راجلي وصاحبو اللي خدم لنا الكرياج يعطيهم الصحه والله، صايبتها نشر فيها هكا الفريش عاليه ما تعرفوا والله. واليوم نهارنا مشمس حامي، ما هو لا ربيعي لا شتوي، قلياط يردك روتي نورمال. وصاحبتي تسكن غو ديك هنا في هذاك اللحاف اللي راه مهود، دي فوا دير الاخر حمر وتريش لي متاقه، ترسل لي في الميسنجر تقول لي طلي ومن نطلع عليها تريش لي بالاخر احمر. هذه هي شيرات وشومبرا عادي ككل شومبرا تاع ناس عاديين لا زوخ لا فوخ. وهذا اللي زار شيرات انا دايرتها في طوع الهواء او ميم طون ما يخليش اللي برا يشوفوا شا كاين في الداخل الا من تكوني مطلعاته برك تباني. هذه هي شيرة بسكوت جارتي في هذاك البلوك نعرفها نقولها نهار لي بلاصيت هذا لي زار قلت لها طلع عليا تشوفي شوفيني لا نبان ولا لا، قالت لي لا ماكش تباني. طبقت الماري ودرت الجهه تاع الشتا صاي. وهذاك الكابل هو تاع الميكرو باسكو كيخسر لي الكابل واسيته. راه المومو تاع الطوماط شيرات كيما قلت لكم الصباح كي جاب نقيتها ها راني در وقطعتها كاع بها بجلوفها الشيرات باسكو فايده في جلوفها والله لا فايده. ما يحشوكمش يقول لكم بعد نقي هذوك الجلوف وميكسيهم وحدهم ولا كاع ما كاش منها. تبعيني والله ما راكي خاسره في لافير. ديري زوج مغارف سمن، زوج مغارف سمن في كيكوطا انا ندير قدره كبيره، درت زوج مغارف سمن ودرت زوج جومبو تاع خروف ماجيك، درت زوج تاع خروف خروف درت زوج ودرت مغرف صغيره تاع الملح ودرت دوك ندير ورقه تاع رند ودرت سنينات تاع الثوم. انا ما كثرت باسكو يكون تجيني متومه فيها الثوم بزاف ما ياكلهاش راجلي ما يبغيش الثوم. الناس راكم عارفينها والله يقلب علينا الطابله على الثوم. المهم انا درت غير سنينات الثوم كما راكم تشوفوها من وحده زوج ثلاثه راني دايره يا ربي خمسه ولا اربع حبات في قدره كبيره. المهم ها هنا يا شيرات هذيك القدره الكبيره عمرت لي هاد البلاره وزادت هاد البورت مونجي ولا غارد مونجي كيما كيبغوا يسموها، زاد القابسه تاع لاكريم. يا اختي ما تقوليليش انا نروح نقيسهم في لابوبال، كاع اختي نغسلوهم وندسوهم ونقاردو فيهم الماكله ونقاردو فيهم الصوالح. هذه هي ميكسيتها ميكسيتها حتى وين قالت صاي ما قديتش، حتى وين الميكسور قال لي صاي ما طقتش حبسيني. الوغ ولا تشوفوا ما شاء الله عليها ما زدت لها والو. عندكم نسيت في القدره ما قلت لكمش بلي مغرف طوماطيس مصبره يعني طوماط كونسيرف راكم فاهميني في طوع تعطي هذيك الحموريه. شوفوا هنا شريت نجيو للصاله المايدات انا جبتهم هنايا باسكو راكم عارفين الاطفال وتحطي لهم المايدات يديروا ريانهم. المهم شوفوا انحركت في الكوشه زعما خويا كان يقول لي مين يشوفني هكا نحركت يقول لي الحرفه الحرفه راهي تدخل زعما الطيب راهي يدخل نولي شوف. المهم كما راكم تشوفوا مسحت هذاك الكادر باسكو كان يبان لي نورمال وكاع بصح من درت الكتانه هكا مسحت الغبره ما تامنوش عقلكم. قلت لكم هذا التاقه كي يكون لي طرافو حدايا البلوك اللي حدايا ما تامنوش عقلكم شي يدخل لي غبره. الطابيه تقلحتهم كم عارفين الحمان وكاع ديجا اصلا غادي تضحكوا باسكو بلاصتي ها هي وين انا ها هي بلاصتي هذه بلاصتي تاع المقيل وتاع الليل هنا هنا نرقد. نحل هذيك التاقه في الليل باسكو في المقيل ما كان نحلها الهواء حامي وكاع ليامات جاو حامين الحمد لله. بصح في الليل نحلها والبالكون الهواء تاع البالكون يجيب لي الريح من تحت الباب وكاع نرقد هنايا. هذه هي الشيرات كيما هكا
بدلتها هذاك اللي كان منا درته منه والحمد لله يا ربي. زعما انا غير في داري مين مصيب الروتين، تعرفوا من يجي يقول لي مالكي هذه كانت من رديتيها من، نقول له لا غالب روتين ما نبغيش، كيفاش نبغي تجدد، نبغيها كنجدد صوالح في حياتي. هذه هي وهنايا تاني شريت هاي الشومبره تاع الدراري، لبست لها هذا الكري الو، هادو الحفات هم اللي قلت لكم يفرشوهم في الارض باش يرقدوا. ها هي والقش اللي انشرته، قلت لكم هنا الشميسه تضرب ينشف، ديجا راه ناشف، راه ناشف صاين. نجبده من بعد نطبقه تلفزيون الدراري. هذه هي عادي نجيو للبنوار الشيرات. ها علاه قلت لكم بلي انا البنوار ما بغيتش نقلعه، شوفي كي نس حق نعمره ما. هاي ديجا جارتي دروك راهي تخدم في الفايونس تاعها بصحتها تاع الكولوار، احتاجت الماء سحقت الماء، عمرت لها من البنوار وزدت عطيتها جيريكات من عندي. الماء مليح، الماء ينصاب في الدار ينصاب. البنوار انا ما بغيتش نقلعه، شحال من وحده رايات عليا قالت لي علاه راكي مخليه البنوار يدي لك البلاص، باسكو هذا البلاص قالت لي تسحقيه في الدوش وقاعد يدير ايجابيه تما. اي انا يا هذا البنوار قلت لكم ندير فيه الماء دافي لوليداتي ونخليهم يتشربخوا، النهار اللي يكون باباهم ماشي قاعد ولا عمهم ماشي قاعد ما يهودوش للبحر، ندير لهم هنايا الماء وبعد ندوش لولادي يروحوا يرقدوا. عندها بزاف استعمالات، انا البنوار ما نقدرش نستغنى عليه. ها هنايا فتت لها داك الكوفريت نورمال، كوفريت نورمال تاع 1000، انا ما نقولك شري كوفريت تاع 17000، ما نقولك تاع 20، ما ندير لك بيبليسيتيات الكوفريت ونقول لك بنين. لا اختي انا تاع 1000 بزاف عليا، انا نبغيه ولادي يبغوه. هذه هي هاني فتته، دوك نحطها تبرد في الفريجيدير ومن بعد نقلع لك طرف ودوقيه. اه وشوفي قلت لك دوقيه كي شغل هاكي عندي، والله كون راكم عندي متتبعاتي حبيباتي عينيا نعطيهم لكم. المهم شيرات هذا هو روتيني تاع نهار اليوم، ان شاء الله يعجبكم وما تبخلوش عليا بهذيك الجام والكومونتات الشباب كيما نتوما اللي يحكي الشخصيه تاعكم. تهلاو في رواحكم والله يخليكم والديكم ولا ميتين الله يرحمهم، ولا راهم حيين اغتنموا الفرصه قد ما طيقوا. مانيش نقولكم قيموا والديكم بدراهم ولا قلشوا والديكم بدراهم، لا هنهم في رصانهم عنقوهم سلموا عليهم سيدي جابوك هذا مكان. تهلاو في رواحكم فيديو جاي ان شاء الله، سلامه. ايوا وين الطرف اللي قلت لك عليه غادي نقلعه لك، هي المسمومه على بالي بلي كي تهضري فيا وتقولي ما وراتليش الطرف، ما وراتليش الطرف. ها وينه شوفي شهيتك في الجنه حبيبتي، ما تنساش وما تبخليش عليا بهذيك الجام والكومونتير وابوني والبارطاج اللي تعم الفائده. سهله مهله غسيت تاعي انا، ما هي لا معاوده لا مواسيه لا مفبركه والو، تاعي انا ديجا دوك نكتبها وصفه حنطوبيستا، ما كاش اللي دارها، ديها عليا رسمي. هذا كشغل انا درت خبز كوري تاع شنوا مع لاكريم جزائريه يا درا.